أهلاً أحبائي المشاهدين في الأراضي المقدسة. أنا موجود عند بحيرة الجليل، بحيرة طبرية، وأنا في منطقة على جبل يسمى جبل أربيل، جبل عالي مشهور تاريخياً اللي بيطل على هذه البحيرة. اليوم أنا راح أتكلم عن أعظم عظة، عظة المسيح الشهيرة، وراح أعطي خلفية عن هذه العظة لربما تثير اهتمامك وبتحب تعرف أكثر. أنا بدعوك إنك تسمع وتشاهد وأكيد تستقبل الحقائق المجيدة، الحقائق الإلهية لحياتك، لأنه حتماً لما بتسمع كلام المسيح، كلام المسيح هو روح وحياة بأثر وبغير حياتك. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.